سبب وفاة الرئيس المصري محمد حسني السيد مبارك. توفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 91 عاما. ونشرت الوطن صورة من تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والذي أظهرت سبب الوفاة وهي كسور مزمن بالكلى ورفرفة أذينية بالقلب، وأيضا مكان دفنه بمقابر كلية البنات بأرض الجول. ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات عن سبب وفاة الرئيس الأسبق وهي الرفرفة الأذينية التي أدت إلى وفاة حسني مبارك. الرفرفة الأذينية هي نوع من تحول ضربات القلب إلى معدل غير طبيعي أو عدم انتظام ضربات القلب، يحدث عندما تخفق أو تدق غرف القلب العلوية بسرعة كبيرة. فعندما تدق الغرف الموجودة في الجزء الأعلى من القلب الأذينين بشكل أسرع من الأجزاء السفلية وهما البطينين، فإن ذلك يتسبب في خلل في إيقاع عمل القلب، وهي حالة مشابهة للرجفان الأذيني الأكثر شيوعا. والآن نتعرف على أعراض الرفرفة الأذينية. عادة لا يشعر الشخص المصاب بالهياج أو الارتعاش في القلب، والأعراض تظهر في كثير من الأحيان بطريقة أخرى، منها زيادة معدل ضربات القلب وضيق في التنفس والشعور بالدوار والإغماء وضيق في الصدر والدوخة والدوار وخفقان القلب ومشاكل في القيام بالأنشطة اليومية بسبب التعب، وثم حمى روماتيزمية على القلب أو زيادة هرمون الغدة الدرقية وفقا لوصف الدكتور ضياء المنشاوي أستاذ أمراض القلب. هذه الأعراض من الرفرفة الأذينية شائعة في العديد من الحالات الأخرى، ووجود واحد أو أكثر من هذه الأعراض ليس دائما علامة على الإصابة بالمرض، وغالبا ما تستمر الأعراض لعدة أيام أو حتى أسابيع في المرة الواحدة. ما الذي يسبب الرفرفة الأذينية؟ جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعي العقدة الجيدية يتحكم في معدل ضربات القلب، وهو موجود في الأذين الأيمن ويوصل إشارات كهربائية إلى الأذنين الأيمن والأيسر. هذه الإشارات تخبر الجزء العلوي من القلب كيف ومتى يدق. وعند الإصابة بالرفرفة الأذينية ترسل العقدة الجيبية الإشارة الكهربائية، لكن جزء من الإشارة ينتقل في حلقة مستمرة على مدار على طول ممر حول الأذين الأيمن، وهذا يجعل الدق الأذيني أسرع من البطين مما يتسبب في خلل في إيقاع عمل القلب. ومعدل ضربات القلب الطبيعي هو 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، والأشخاص الذين يعانون من الرفرفة الأذينية يكون معدل ضربات قلبهم يفوق من 250 إلى 300 نبضة في الدقيقة. وهناك أشياء أخرى يمكن أن تسبب الرفرفة الأذينية وتشمل مرض الشريان التاجي، فهو سبب رئيسي للرفرفة الأذينية وتحدث عندما تصبح شرايين القلب مسدودة، إضافة إلى الكوليسترول والدهون التي تلتصق بجدران الشرايين وتبطئ أو تمنع الدورة الدموية. ما يمكن أن يضر عضلة القلب والغرف الأول أوعية الدموية، وأيضا عمليات القلب المفتوح يمكن أن تسبب هذا المرض، لأن هذه الجراحة قد تنضب بالقلب ما يمكن أن يعرفل الإشارات الكهربائية ويؤدي إلى الرفرفة الأذينية. ولكن من هم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الرفرفة الأذينية؟ عوامل الخطر للرفرفة الأذينية تشمل بعض الأدوية والظروف القائمة وخيارات مواد الحياة. وأكثر الأشخاص المعرضين لخطر الرفرفة الأذينية هم المدخنون والمصابون بمرض القلب والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم، وأيضا الأشخاص الذين لديهم مشاكل في صمام القلب أو يعانون من أمراض الرئة والسكر والإجهاد أو القلق، وأولئك الذين يتعاطون الكحول. والآن كيف يتم معالجة الرفرفة الأذينية؟ يقول المنشاوي أنه عندما يصاب الشخص بالرفرفة الأذينية لأول مرة لابد له خلال 48 ساعة الذهاب إلى المستشفى على الفور، لأنه من الممكن أن يتحول من مرة أخرى لإنسان طبيعي من خلال طرق علاجية، وخطورة هذا المرض هو أنه من الممكن أن يؤدي إلى جلطة في المخ، لذلك من يعاني منه لابد أن يحصل على أدوية تعمل على سيول الدم طول العمر حتى لا يسبب ذلك جلطة في المخ. وأشار موقع هيلثي لاين الطبي إلى أن الهدف الرئيسي للطبيب المعالج لحالات الرفرفة الأذينية هو استعادة إيقاع القلب إلى طبيعته، والعلاج يعتمد على مدى خطورة الحالة، كما أن المشاكل الصحية الكامنة الأخرى يمكن أن تؤثر أيضا على العلاج. الأدوية يمكن أن تبطئ أو تنظم معدل ضربات القلب، وقد تتطلب بعض الأدوية إقامة قصيرة في المستشفى أثناء ضبط الدم. والأشخاص الذين يعانون من الرفرفة الأذينية لديهم خطر متزايد من جلطات الدم. ماذا يمكن أن يحدث على المدى الطويل؟ الدواء غالبا ما يكون ناجحا في الرفرفة الأذينية، ومع ذلك يمكن أن تتكرر الحالة في بعض الأحيان بعد العلاج اعتمادا على سبب الإصابة بالمرض.
ويمكن تقليل خطر التكرار عن طريق الحد من الإجهاد وتناول الأدوية الخاصة على النحو المنصوص عليه وفقا للموقع الطبي. ولكن ذكر الدكتور طيار المنشاوي أن إذا كان الأمر نتيجة توتر وانفعالات وحزن شديد أي أمراض نفسية يصابه الشخص لفترة معينة ويعود مرة أخرى لحياته الطبيعية. موضحة، بس لو كان الشخص مريضا بالضغط أو كسورا في الشريان التاجي أو الغدة الدرقية يصاب طول عمره ويحتاج للعلاج لمدة أطول. كده يكون انتهى الفيديو، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. لا تنسوا علينا بالضغط على لايك لجعلنا نستمر في نشر المزيد، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم مزيد الإشعارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتيجة توتر وانفعالات وحزن شديد أي أمراض نفسية يصابه الشخص لفترة معينة ويعود مرة أخرى لحياته الطبيعية. موضحا، بس لو كان الشخص مريضا بالضغط أو كسورا في الشريان التاجي أو الغدة الدرقية يصاب طول عمره ويحتاج لعلاج لمدة أطول. كده يكون انتهى الفيديو، وانتظرونا في فيديوهات قادمة. لا تدخل علينا بالضغط على لايك لجعلنا نستمر في نشر المزيد، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم مزيد الإشعارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.